هنتكلم النهاردة عن introduction للهيستولوجي، مقدمة بسيطة عشان نعرف بس يعني ايه مادة الهيستولوجي. مبدئيا في المقدمة لازم تعرف حاجتين، اول حاجة what and why، لازم تعرف يعني ايه هيستولوجي واحنا ليه هندرس الهيستولوجي، لانك عمرك ما تعرف تفهم الحاجة الا لما تعرف هل الحاجة دي مفيدة ليا، هل الحاجة دي اللي انا بدرسها ليها لازمة ولا لا. فاولا هنبدأ بالوات. What is histology؟ اول حاجة كلمة histo، كلمة histo يعني تشو، نسيج. كلمة ology يعني science، يعني histology هو علم دراسة الانسجة التشوز. نرجع شوية بس الى ما قبل التشوز، هو ايه اصغر حاجة في جسم الانسان؟ اصغر حاجة طبعا في جسم الانسان هي السل، الخلية. وسل مع سل مع سل، شوية خلايا مع بعض هيكونوا تيشوز. احنا عندنا اربع انواع من التيشوز هندرسهم كلهم، حاجة اسمها الايبيثيليوم، وحاجة اسمها الكونكتيف تيشو النسيج الضام، وحاجة اسمها الماسكولار تيشو ده النسيج العضلي الموجود في العضلات، وحاجة اسمها النيرفس تيشوز. دي الاربع انواع من التيشوز اللي هندرسهم. اي تيشو منهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجمع من الخلايا. ويبقى عندنا الخلايا اصغر حاجة في الجسم، تتجمع مع بعض تعمل لنا تيشو. طيب تيشو مع تيشو مع تيشو يدخلوا مع بعض، يتداخلوا مع بعض، يكونوا لنا حاجة اسمها ايه؟ اورجان، عضو. اورجان مع اورجان مع اورجان مع اورجان هيكونوا سيستم. زي ايه مثلا؟ سيل مع سيل مع سيل يكونوا تيشو، تيشو مع تيشو مع تيشو يكون اورجان اسمه ستومك، المعده، الاسوفيجس، المريء، الانتستاين، الامعاء. الاورجان دي كلها مع بعض يعملوا سيستم هندرسه بالتفصيل اسمه دايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. مثلا تيشو مع تيشو مع تيشو يعمل اورجان اللي هو اللانج، وبعد كده البرونكاس والنوز، والاورجانز دي مع بعضها يكونوا حاجه اسمها الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي. سيستم مع سيستم مع سيستم، جهاز بولي، جهاز تنفسي، جهاز هضمي، جهاز عصبي. السيستم دي كلها مع بعض يكونوا مين؟ الامبريو اللي هو الجنين اللي بعد كده هيكبر ويبقى زي الشحط ويجعر في البيت ويكون الانسان ده، الانسان الجميل ده. فسيل مع سيل مع سيل يكونوا تيشو، تيشو مع تيشو مع تيشو يكونوا اورجان، اورجان مع اورجان مع اورجان يكونوا سيستم، سيستمز مع بعض تكون الهيومن بادي. فعيب جدا لما احنا نيجي ندرس العلم الانسجه واحنا اصلا مش عارفين الخلايا، فالاولى نبدا بالخلايا. فاذا الماده بتاعتك ما اسمهاش هيستولوجي، اسمها ايه الكامل؟ كلمة سيل. فاحنا هندرس حاجة اسمها علم الخلية، سايتولوجي. سايتو يعني يا بختك اللي بتمسك الورقة والقلم وبتكتب ورايا الترمينولوجي، المصطلحات الطبية. سايتو يعني خلية، اولوجي يعني علم دراسة الخلية. ندرس بالتفصيل السيل. كبرنا شوية ندرس الهيستولوجي، هيستو يعني نسيج، أولوجي يعني علم دراسة الأنسجة، يبقى ناخد الهيستولوجي. بعد كده هناخد حاجة اسمها الإمبريولوجي، طبعا انت خلاص عرفتها الإمبريولوجي، إمبريو يعني جنين، أولوجي علم الأجنة. ناخد بقى السيستم دي كلها بقى اتكونت ازاي وندرس بقى بالتفصيل كل سيستم. يبقى المادة بتاعتك اسمها سيتولوجي، هيستولوجي، and إمبريولوجي. فاول حاجة من باب اولى نحن ندرس مين؟ علم الخلية الاول، السيتولوجي. طيب ليه ادرس بقى؟ يعني احنا كده خلصنا من وقت، ليه بقى ادرس علم الخلية؟ هل هو يعني worthy، حاجة يعني تستاهل ندرسها؟ امال ليه بقى؟ اقول لك. اول حاجة ان احنا لما نيجي ناخد علم السيتولوجي، هي مش مجرد خلايا بنعرف اشكالها وخلاص، لا، ده العلم ده علم كبير يحترم،
ده احنا عندنا امراض دلوقتي اكتشف ان معظم الامراض لها منشأ وسبب على مستوى الخلايا. في حاجات بتبوظ في الخلايا فتؤدي الى المرض ده. فاحنا عايزين نعرف ايه المشكلة اللي حصلت في الخلية عشان نعرف المرض ده حصل ازاي. فلازم طبعا نبقى عارفين كل حاجة في الخلية وكل شيء موجود في الخلية. فلازم نبقى دارسين السيتولوجي ده. دلوقتي كمان في الادوية احنا في حاجة اسمها السيل ثيرابي، علم العلاج، علاج على مستوى الخلايا. بنصلح حاجات في الخلايا عشان نعرف نتخلص من المرض. الدراج اللي انت بتاخده، الدواء اللي انت بتاخده، الدواء ده اصلا بيدخل في جسمك بيروح فين؟ بيروح هو موجه لبعض الخلايا في جسمك. في حاجه اسمها ريسبتورز. الريسبتورز دي عباره عن مستقبلات بتبقى موجوده على سطح الخلايا. فاحنا ازاي بنوجه الدراج ده، الدواء ده للخليه؟ لازم نكون دارسين الخليه ومحتوياتها وعارفين ان الدراج ده هيروح يشتغل على الخلايا دي. في عندنا كمان ده احنا بعيدا عن علم السيل ثيرابي، ده بنسميه السيل ثيرابي، علاج على مستوى الخلايا. ده في عندنا دلوقتي كمان حاجه اسمها النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي احنا بنعمل ايه؟ بنوجه الدراجز في بعض الادويه بنانو، نانو صغيره جدا، بنوجهها للخلايا تدخل عند الخلايا وتعالج الخلايا، ولما تتعالج الخلايا يتعالج التشو والتشو يرجع لشكله الطبيعي. طب انا عرفت من فين ان التشو ده اصبح طبيعي؟ لازم اكون دارس شكله. طب عرفت من فين اصلا؟ لا، عندنا ماده اسمها الباثولوجي، باثو يعني مرض، ديزيز، اولوجي يعني علم، علم الامراض. هنعرف ان ندخل كده بالمنظار ولا او نشوف عينه بالميكروسكوب نعرف ان التشو ده فيه مشكله. عرفت من فين؟ عرفت من فين ان التشو ده شكله مش طبيعي؟ الا لما تكون عارف شكله الطبيعي. فاحنا لازم نكون دارسين الخلايا بالتفصيل الممل، فده علم مهم جدا جدا. طيب عرفنا وات واي، يلا بينا. دلوقتي الخلايا دي حاجة صغيرة جدا جدا جدا، ما ينفعش طبعا نشوفها بالنجد آي، بالعين المجردة. فعندنا حاجة اسمها لايت مايكروسكوب وحاجة اسمها إلكترو مايكروسكوب. نبذة كده سريعة مش هطول معاكم فيها. أول حاجة اللايت مايكروسكوب ده، بيكبر الخلايا البايوبسي العينة ويكبر الخلايا 1000 مرة. طب عايزين حاجة أكبر؟ قال لك الإلكترو مايكروسكوب ده، طبعا اللايت مايكروسكوب ده كلكم هتشوفوه أو شفتوه قبل كده في المدارس. أما الإلكترو مايكروسكوب ده نادرا ما تشوفوه، يعني ده كبير جدا ويكون في غرفة كاملة لوحده. فده بيكبر إلى 1,000,000 مرة، بيكبر الخلايا، بيكبر الصورة بتاعتها 1,000,000 مرة عشان نقدر نشوفها بصورة مفصلة. اللايت مايكروسكوب الاول احنا بنعتمد على ايه في اللايت مايكروسكوب؟ قال لك ان لو اخدت عينه من الخليه من جسمك، الخليه دي اتس ا كولر ليس، ملهاش لون، مش تعرف تشوف اي حاجه. فوجب ان احنا نصبغها، نحط كده بعض حاجه اسمها الستين. صبغه بنحطها على خلايا بتوضح معانا الخلايا بشكل اوضح. ففي عندنا في المنهج حاجه اسمها هيماتوكسيلين اند ايوزين ستين، صبغه اسمها هيماتوكسيلين وصبغه اسمها الايوزين. قبل ما اقول لك الصبغات دي يعني ايه، تعال بس شويه في الخليه. انتوا اخدتوا زمان ان السيل دي الخليه ودي النيوكلاس، تمام؟ واخدنا ان النيوكلاس بيكون موجود فيها الدي ان ايه. الدي ان ايه اللي هو اختصار ايه؟ دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. فالدي ان ده او الدي ان ايه ده هو حمض ريبوزي ممنوع منزوع الاكسجين. فهو عباره عن حمض اسيد، يعني النيوكلاس بيئه حمضيه. لما نيجي ندرس بالتفصيل بقى الفراغ ده اللي هو بره النيوكلاس بنسميه سيتوبلازم. السيتوبلازم ده بقى هتلاقي فيه حاجه اسمها اورجانيل. اورجانيل يعني عضيات، تصغير كلمه عضو. هتلاقي ان هنا في حاجه اسمها ميتوكوندريا وحاجه اسمها رايبوزومز
وفي عندك اورجانز كتيرة. هنعرف ان الاورجانز دي محاطة بغشاء ممبرين. الغشاء ده بيتكون من بروتين، والبروتين ده احنا عارفين ان هو بيتكون من امينو اسيدز، والامينو اسيدز اللي بتكون البروتينز اللي بيكون الممبرين ده بيكون ايه؟ في نيتروجين كتير. النيتروجين ده حاجة قاعدية قلوية بيزك، فبيكون السيتوبلازم يغلب عليه الطابع البيزك. طب انت ليه بتقول لنا كده يا دكتور؟ هقول لك لاني احنا عندنا تو ستينز، صبغتين. هيماتوكسلين دي اتس بيزك ستين، بيزك ستين. والايوزين، الايوزين ده اتس اسيديك ستين، اسيديك ستين. ف الهيماتوكسلين دي البيزك لما تنزل على الخليه، احنا عارفين البيزك يروح للعكس، يروح ايه؟ يمسك في مين؟ في الاسيديك. فهتلاقي الهيماتوكسلين ده هيدخل جوه، هيدخل جوه في النيوكلس، هتملى النيوكلس. فالنيوكلس دي بنسميها ايه؟ بنسميها بيزوفيليك. كلمه فيليا باللاتين يعني حب او انجذاب، بتنجذب الى البيزك. ليه؟ لان هي حمضيه، يعني هي اسيد فتنجذب للبيزك، فبيسموها بيزوفيليك، بتحب البيزك لان هي حمضيه. والصبغه الهيماتوكسين دي بتلاقيها بلو، تعال نكتبها باللون بتاعها اهو، بلو او بيسموها فايوليت، يعني شكلها عاطي بمزرق شويه، او شكلها تحسه قالب على بنفسجي شويه. والسيتوبلازم العكس بقى، ان هو بيزك ان نيتشر، يعني تركيبه بيزك، فهو هينجذب لمين؟ للاسيديك نيتشر، للاسيديك ستين. فالاسيديك ده هيجي هنا اهو، فلما نكب الصبغه، لما نسكب الصبغه على الخليه، فالايوزين ده هيترسب فين؟ هنا اهو في السيتوبلازم، فبيسموها ايه؟ ايوزينو، او بيسموها اسيديك اسيدو فيليك، ايوزينو او اسيديك اسيدوفيليك، يعني تنجذب الى الايوزين او اللي بيسموها الاسيديك ستين، بنسميها ايوزينو او اسيدوفيليك ستين. اسيدوفيليك كلر يعني شكلها ايه؟ بينك شويه، لان الايوزين ستين لونها بينك، لونها بينك. فالسيتوبلازم انجذب للايوزين، ليه؟ لان هو بيزك قاعدي، فينجذب للحمض فبنسميه اسيدوفيليك. النيوكلاس فاحماض، فتنجذب للبيزك فبنسميها بيزوفيليك. شايفين هنا الخليه اهي؟ بص هنا ادي الخليه اهي، شايفين دي خليه؟ شايفين النيوكلاس بتاعتها مزرقه شويه؟ ليه؟ لانها اخذت الصبغه الزرقاء اللي هي الصبغه البيزك، لان هي حمض فيها دي ان ايه مليانه احماض، فاتس بيزوفيليك. شايفين سيتوبلازم لونه بينك، اخذ الصبغه الحامضيه لان هو قاعدي، فهو اسيدوفيليك او بنسميه ايوزينوفيليك. طبعا في اكسبشنز هناخدها ان شاء الله لما نيجي ندرس السيل بالتفصيل، هناخدها ان شاء الله. طيب ده اللايت ميكروسكوب بيطلع لك الحاجه يا اما بيزوفيليك او اسيدوفيليك، وفي بعض الاكسبشن هندرسها بالتفصيل لما نيجي ندرس محتويات السيل. الالكترون مايكروسكوب ده بيكبر الحاجه مليون مره. الالكترون مايكروسكوب ده بيعتمد على ايه؟ من اسمه الكترون، الكترون مايكروسكوب، فده عباره عن انه بيشتغل بيعمل بالالكترونز. شفت كده لما تيجي انت تحط ايدك على الحيطه، هتلاقي الفواصل اللي بين صوابعك دي بتلاقيها ايه؟ بيضه. ليه؟ ملهاش ظل. ليه؟ لانها فراغ، فراغ ما فيش حاجه. اما صوابعك اخذت ايه؟ بص، اخذت شادو، شادو، اخذت شادو اللي هو ظل على الحيطه. نفس الحكايه بتحصل في الخلايا، احنا بنرمي الكترونز على الخليه، الالكترون دي لما تلاقي استراكشر تمسك فيه، فيتجمع حوالين الالكترونز فيبان شكلها مسود، عليها شادو، عليها غشاء من الالكترونز، عليها ظل من الالكترون، فبنسميها الكترون دنس او الاي دي، الكترون دنس.
اما المكان اللي ما عليهوش حاجه ده الفراغ، لما نيجي نرمي الالكترونز ما تلاقيش حاجه فيه، ما تلاقي في مكان كده فاضي في السيل ما فيهوش حاجه، فالالكترونز ما بتقفش عنده، فبيسموها الكترون ليوسنت او الاي ال الكترون ليوسنت. ادي هنا بص شايفين ادي خليه اهي، ادي خليه شايفين هنا مسوده الكترون دنس، شايفين الكترون دنس الكترون دنس، شايفين ده بقى فراغ طالع لونه ابيض ما لهوش شد ما لهوش شادو، فده الكترون ليوسنت الكترون ليوسنت. دي كانت نبذه مختصره. اخر حاجه بس عليك تعرفها، احنا هندرس اول حاجه طبعا اول محاضره عندنا هندرسها ان شاء الله اللي هي السيتولوجي، علم دراسه الخلايا. فهندرس الخليه، فالخليه عباره عن ايه؟ ادي الخليه اهي. هنيجي ندرس ان شاء الله هتعرف ان دي الخليه تمام، محاطه بغشاء بنسميه السيل ممبرين، ومن جوه هنا حاجه اسمها النيوكلاس نواه الخليه، والفراغ ده كله من جوه ده بيسموه ايه؟ بيسموه سيتوبلازم. السيتوبلازم ده هتلاقيه مليان جواه اورجانيلز، حاجه اسمها الاورجانيلز عضيات اورجانيلز. بتفكرك بحاجه السل بجسمك، ما ينطبق على السل ينطبق على جسمك. انت جسمك ليه غشاء من بره اللي هو الجلد، الخليه برضو لها غشاء السل ممبرين. انت جسمك فيه اورجانز كتير، الكيدني والليفر اللي هي الكلى والكبد واللانجز الرئه، في اورجان وكل اورجان له وظيفته. الخلايا برضو لها اورجانز جواها، بس لان الخليه صغيره فمش بنسميه اورجان، بنسميه اورجانيل، تصغير اورجان بدلا من عضو عضيه. برضو الخليه فيها عضيات وكل عضيه ليها وظيفتها، وهندرسهم بالتفصيل واحده واحده. طيب جسمك ليه برين، مخ الخليه هو النيوكلاس، البرين سيل، البرين سيل مخ الخليه هو النيوكلاس. انت بتجوع فبتاكل، والله العظيم الخليه بتاكل زيها زيك، وهنشوف برضو هندرسها بالتفصيل. انت بتعطش بتشرب، والله برضو الخليه بتشرب. انت بتتجرح، الجرح ده بيبدا يلم من تاني ويحصل ريجينريشن، يعني يحصل يبدا ايه يتجدد الخلايا، ولا بتنزف لحد ما تموت؟ لا طبعا بيتجدد الخلايا بتتجدد برضو. برضو عندك الخليه لما بتتجرح بتتجدد. انت بتتحرك وبتمشي، والله برضو خلاياك بتتحرك وبتمشي. ما ينطبق على الخليه ينطبق عليك، وما ينطبق عليك ينطبق على الخليه. وزي ما قلنا هندرس بالتفصيل السيل ممبرين غشاء الخليه والنيوكلاس، يعني تعرف نركمهم سيل ممبرين نيوكلاس. السيتوبلازم، السيتوبلازم ده بيتكون من حاجتين، في ميه جوه السيتوبلازم بنسميها سيتوزول، وفي اورجانيلز. يبقى السيل ممبرين نيوكلاس والسيتوبلازم جواه في ميه بنسميها سيتوزول، وفي عضيات الاورجانيلز. الاورجانيلز في منها نوعين، حاجه اسمها ممبرينس يعني محاطه برضو بممبرين غشاء حواليها، وحاجه اسمها نون ممبرينس غير محاطه بغشاء. تمام، فرق بين سيتوبلازم وسيتوزول. السيتوزول ده هو جزء من السيتوبلازم، هو الفلويد بارت، الجزء السائل اوف سيتوبلازم. تمام، نبدا ان شاء الله المحاضره الجايه اول محاضره مع السيل ممبرين، بعد كده ان شاء الله ناخد النيوكلاس، ثم الاورجانيلز الممبرينس اند نون ممبرينس اورجانيلز.